السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من لعبة ذا باتل كاتس اولتيميت. طبعا حلقة اليوم اللي حنساويه هو انه حنقاتل بمود السوبر كاتس. ولو ما بتعرف شو هو مود السوبر كاتس، مود السوبر كاتس جدا بسيط. اللي حساويه هو اني حروح على ماب، استنى شوي، اول مرة افوت على ماب نفس هذا، بس لحروح على ماب محدد واعطيني 50,000 حبة جولد. استنى شوي، شو القصة هاي؟ شو صاير هون؟ صلي على النبي. هذا اسمه ماب الكولوسوم ستيج. هذا اول مره بشوف هيك ماب الصراحه. بس قبل ما نفوت بالماب هذا، حتى لي اشرح لكم موضوع المود. موضوع المود هذا هو انه بيجيب القطط العاديه هاي الصغيره، مثلا نفس هدول التانك كات والاكس كات وهالقصص هاي، وبيحولهم للسوبر كاتس. السوبر كاتس هن قطط نفسهم بس حجم اكبر. بس غير انه الحجم اكبر جماعه، لسه كمان القوه اكبر. فالقطط الكبيره هاي قوتها اكبر من القطط العاديه، بس انا شوي اللي هحتاج فيها قطط كبيره اكثر. او شكلهم شكل موايا. او ديم حاجه جديد، هلا هن لسيتهم ليفل واحد فلا تستهين فيهم، استنى شوي. وهات لحتى اجيب، اوه خيبه والله هدول جد كبار. شو البقره مع كبرها، بالعاده بتكون صغيره هيك. بس بما انه عاطيني هالكميه من الفلوس، المشكله انه الفلوس عندي عم تنقص وما عم ترجع تزيد مره ثانيه، واللي هو شيء جدا غريب. بس هات لحتى اسوي سبام، بس انا اسوي سبام ابن حلال. والشيء الحلو الثاني هو انه السوبر كاس تقريبا بيطلع بنفس السرعه اللي تطلع فيها القطه العاديه، فما بيفرق كثير عن السوبر كات ولا نورمال كات. كاتيم خليني اطلع قطط، او اقل شيء من ناحيه الوقت، لانه من ناحيه القوه اكيد بتفرق معاهم. كاتيم عم ارجع اضرب بالبيس، لا وخلص معي ال 50,000 كمان. كاتيم اوكي، انا عندي حل للموضوع على السريع. نجيب الترو فورم تبعهم. هلا اذا حزن يقتل الفورم العادي، الترو فورم خيب. هذا الزلمه صار معضل من جد، وهذا صار عباره عن تانك من جد محترم، او اقل شيء هذا اللي حابني اتخيله. بس الصراحه هلا بعد ما جبت الترو فورم، لا في فرق وقت بسيط. كنت افكر انه ما في فرق وقت ابدا، هذا صار اكبر، هذا ما كان كبير هيك، خيب. وهذا تبع رجلين جد كبير. اتمنى انه ال 50,000 هاي تكفي، ما حسنت اطلع غير اثنين تبع رجلين لهلا، لانه عم ياخذ له شويه وقت قبل ما يرجع يطلع مره ثانيه. بس بما انه هن حمر، اتوقع انه واحد منهم كان قوي ضد الحمر، او اقل شيء الترو فورم تبعه كان قوي ضد الحمر. بس نسيتهم هواي، خرب بيت دمهم، نسيتهم كثير هواي. اوكي ما في اي مشكله، هذا كان مجرد راوند واحد. اتوقع انه هذا اللي عم نلعب ضده حاليا شغله جدا قويه، يعني ما عم بمزح لما اقول انه خيبه. في سنه شوي فيها شغله جدا غريبه كمان، على الاغلب حشوف شخصيات هون اول مره بشوفها، ما عم بمزح بس احكي انه اول مره بشوف هاي الشخصيات اللي حنشوفها هلا. هات لحتى اطلع شخصيات. انا ما اتوقع صراحه انه يحسن يقتلوا واحد منهم بس، انا والله حيحسن يقتلوا القطه السوداء. بس في زعيم حيطلع بعد شوي. شيت، هلا كيف بده يقتلوا هذا الزلمه؟ في كرس قاعد عم يصير عليهم لونه اخضر كمان، اللي هو الصراحه جدا غريبه. رجعوا له ورا، اوه خيبه، اوه شيت، هذا هو، هذا غريب، اول مره بشوف هاي النوعيه. وخيبه ضربته كمان جدا سريعه، ليش هيك كثير قوي؟ ما اتوقع اني احسن اقتله، اكون صريح بيني وبينكم، يعني ما اتوقع ابدا اني احسن اقتل الزلمه هذا. مو بس بدي دبل ال 50,000، كمان بدي شخصيات اقوى من هاي. بحسن على الاغلب اني اجيب شخصيات اقوى من هاي واقتله. بس انا كنت حاب بس اني اشوف الزلمه لهلا واسلم عليه صراحه. وخلص علي الفلوس، رسميا خلصت الفلوس، ما سأطلع غير هاي القطه بعدين جي جي. رسميا ديم هذا الزلمه قوي، وضربته كمان جدا حلوه. بس لسه الصراحة في شخصيات مختلفة. هلا لو بنروح فيها على الهيفنلي تاور، بنروح مثلا على فلور خمسة المفروض ما يكون كتير صعب. في عندنا كم شخصية هون قوية، بس احكي قوية عم بحكي انه العملاق هذا الصغير، او هو عملاق الصراحة، بس لما يطلع صاحبه حيبين صغير، حيتحول لواحد اكبر منه. خيبة. وهذا الزلمة الاتش بي تبعه عبارة عن 100,000، فـ 100,000 صراحة منيحة. بعرف انه ما هو نفس السرعة اللي بيطلع فيها زلمة على اليسار، بس 100,000 شيء منيح جدا. فحاليا بعد ما تطور التايتن كات، اتوقع انه المفروض يكون في له اسم ثاني، بس ما عندي اي فكره شو حيكون اسمه. فحترك موضوع التسمية لكم، شو حابين تسموا التايتن كات بعد ما يتطور او بعد ما يصير كبير؟ لانه تايتن كات حاليا حتظلمه. رسميا حتظلمه. وفي عندنا القطه المعضله كمان، واللي هو هذا البف كات، بعد ما يتطور او خيبه، او دايب من جد صار كبير، صار كمان مرتفع اكثر، خيبه. فجبنا الشخصيات المعطله لهي المره، وهذا الزلمه بيطلع بسرعه، هذا الزلمه بيطلع بسرعه جدا كبيره. في شخصيه ثانيه انا حاب اني اشوفها بس تكبر كمان، واللي هو المينوكو كات هاي، بس تتطور كيف حتصير، او خيبه صار عندها مسرح كامل. اوكي حاليا هاي القطه ما هي احسن قطه،
بس بتسوي كريت، بس ما عندي اي فكره اذا هلا حتصير احسن بعد ما تصير كبيره. بس هلا المفروض نعرف. كمان حتتغير ضربتها؟ نوب ما تغيرت ضربتها، ما ضربت اصلا. طلع لي النينجا كات. النينجا كات كمان المفروض يكون صار هلا. في واحدة من الشخصيات لسه ما جربناها، بس اتوقع لازم نجربها ضد شخصيات سودا لانه على الاغلب حتكون قوية. وخيب السكين اللي برميها النينجا كات صارت كبر القطة كلها او كبر الكلب. والقطة اللي لسه ما جربناها من هذا السيت هو هاد. وخيب صار كتير كبير. وهذا الزلمة، هلا هذا الزلمة كان بضرب بسرعة بسيطة شوي، واللي هو صراحة كان شيء منيح. بس القصة اللي فيه انه كان قوي ضد السود، ما عندي اي فكرة هلا اذا حيكون يعني قوي زيادة عن اللزوم ضد السود ولا لا. خيبة والله مبهدلهم دعيم، ما في مزح بنوب معاه ضد السود. خيبة هذا هو قتل القرد الكبير. والقطط كبيرة لدرجة اني ما عم بحسن حتى اسوي زوم ان. بس هلا حرفع التحدي، جبت اخر سيت من عنا وهدول الشباب حيكونوا اقوى. بس حيقاتلوا شخصيات اقوى، حيقاتلوا شخصيات المعضلة. كبداية في عنا هذا الزلمة الرقاص الصغير، هذا الزلمة كان بيسوي كناك باك، بس تجيب خيب والله صار كبير من جد. صار اكبر من الكلب تقريبا. في شخصية تانية انا الصراحة متأمل خير فيها او متأمل انها تكون كتير منيحة، واللي هي الفالكري. الفالكري لما فتحناها بستوري اوف ليجند صراحة كنت متوقعها اقوى من هيك، بس هلا ما عندي اي فكرة اذا حتكون اقوى ولا لا. بس خيبة صارت كبيرة. والله استنى شوي. اي هبجوني البيس. او شت كمان هذا الزلمة اللي برمي رز، هذا ما اخليهم يقربوا على البيس كتير. هدول الشخصيات اقوى، هدول اقوى من العادي. زائد في عنا زلمة الزومبي هذا، وهذا الزلمة كان قوي ضد الزومبي. شت هلا حيطلعوا لي الزعيم. الزعيم هذا لازم يطلع له محمود كات الصراحة. هذا موضوع الشيلد كمان مبين عليه انه كتير حلو الصراحة. بس محمود كات بده 9000 لحتى يطلع. عدو بس انا طلعه. خيبة محمود كات اوريدي شفناه، محمود كات كتير كبير، بس الفالكري مغطي عليه. انا ما عم بحسن حتى اطلع لحتى لي اشوف نهاية السيف تبع الفالكري من كتر ما هي كبيرة. بس اللي شايفه انا انه محمود كات الثاني لسيته عايش، واللي هو شيء اسطوري. اوه شت قتلوهم كلهم باي الدب. او خيبة والله حتى قتلوا الدب. كات تيب الاثنين عايشين، محمود كات ورا لسيته عايش كمان. اوكي هدول اقوى من اللي توقعته كمان. ال HP لحاله تبع محمود كات تدبل وارتفع من 33000 ل 66000، واللي هو صراحه شيء كتير كبير. والاتاك دامج تبعه عباره عن 250000، فاتوقع انه الفرق بين القطط العاديه والسوبر كاتس عباره عن فرق جدا ملحوظ. بس هذا كان كل شيء لهاي الحلقة، وهذا كان كل شيء لهذا الفيديو. لو حاب تجرب السوبر كاتس ضد ستيج محدد، تلاقي رابط المود بالدسكريبشن مع فيديو كيف تنزل المود بحالة ما كنت بتعرف. على العموم هذا كان كل شيء، إذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناة. اللهم صل وسلم على محمد، ومع السلامة.